حماية بالنسبة للآثار الإطار القانوني أصول اللي تتقوم بالزجر ديال الظاهرة القانون الجنائي 1484 كذلك 86 486 97 97 كذلك 503 كذلك قانون الإصابة الجنائية الكتاب الثالث المتعلق بالفرع الخاص بالأحداث كذلك الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل 1989. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أقدم لكم نفسي سلمى أنديلي المديرة الإدارية لمؤسسة رياض السلام الخاصة بمدينة أكادير. عشنا اليوم وفي إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية نشاط يهدف إلى تحسيس تلامذة المؤسسة وكذا أمهات وأولياء الأمور بخطورة هذا الموضوع الشائك الذي هو التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرين الذي كان مسكوتا عنه لسنوات ودائما نقول لا نتكلم في هذا الموضوع، ولكن هذا اليوم كسرنا هذا الجدار وقد تم استدعاء مجموعة من الفعاليات الوازنة داخل المجتمع المدني وأولياء الأمور ورؤساء جمعيات الحي وكذلك الأطر التربوية والإدارية للمؤسسة. هذا النقاش تم تقديمه من طرف السيد ضابط الأمن السيد رضوان بمدينة أكادير والسيد عبد الله وحدي. وهذا الموضوع مهم وقد تطرق السيد رضوان إلى التعريف بالموضوع وتقديم أشكاله والعوامل المؤدية إلى حدوثه وكذلك التداعيات ووسائل الحماية منه من الاستغلال الجنسي للقصر. وأظن أن بهذه المبادرة الفريدة من نوعها لأننا عمرنا يعني حصلنا الشرف أن يجينا الأمن ويدير بحال هذه الحملات التحسيسية لأن كان دائما الأمن بعيد على المؤسسة داخل المؤسسة، ولكن هذه المرة الأمن حسينا به أنه كسر ذاك الجدار ديال بينه وبين المجتمع المدني، وكان حوار ونقاش بينهم وبين الآباء والأمهات وكذلك التلاميذ، يعني تعززت هذه الحملة التحسيسية بمجموعة من الأسئلة اللي كانت فيها الاستفادة للجميع. وكان هذا اليوم ناجح نقدر نقول 100% لان كل شيء استفد وكل شيء خرج واحد الاستفاده اللي عمات على الجميع، وكل شيء تعلم كيفاش يعني الموضوع كان دائما مسكوت عنه كما قلت في الاول، ولكني كنظن بان اليوم تكسر هذا الجدار هذا وكل شيء الحمد لله لا اباء ولا امهات ولا تلاميذ، كل شيء تكلم وكل شيء عبر وكان الاستفادة للجميع. وكنشكر وكنعاود نشكر هاد الناس هادو اللي جاو دارنا هاد الندوة، وكنشكر حتى وسائل الإعلام اللي هي أكادير 24 على هاد المبادرة الطيبة اللي جاو حتى هما عندنا وشاركونا وسجلوا معنا جميع ما يقدر يتسجل، وكنشجعهم حتى هما وكنقول لهم شكرا جزيلا وشكرا لكم جميعا. على المرس اليأس والتفكير في الانتحار. بالنسبه للاثار البعيده المدى، الانسان من ذاته يكبر يقدر يتزوج ليدير وليدات اللي ما تعرفش يتعامل مع الوليدات ما تعرفش ما تندمج في المجتمع، تيقدر مثلا عندك ليه خاص ولا تحرش به يعاود ينتقم منه في يوقع الضرب الى الله مؤخرا. السيد كان تعرف انه الاقتصاد وقاعدة السيد اللي خلاص هو تيبيع شي كوبلات في بلاصة باغي يروح مشروع مشات عندهم في قلق الانتقام في مشكلة العضوية النفسية مشكلة اجتماعية مشكلة جنسية فشل في الحياة الزوجية فشل في التعامل مع الأهداف الصغيرة كذلك قيم حالة التشكك كذلك تعاطي المخدرات والعقاقير كذلك تعاطي الإجرام والمحرمات الجنسية الإنسان تيولي عنده مشروع شعور ديال مجرم وعانت مع تحريف الضمير كذلك الحجر من الإصاحة ما يعانيه من أمراض
في الجهاز التناسلي، كذلك الشعور بالإهانة من طرف الاستغلال، كذلك قد يستقبل تقي عدوانا. بالنسبة للمؤشرات الدالة على التحرش، هي مؤشرات جسدية نفسية سلوكية فكرية واجتماعية. Aujourd'hui, moi et mes camarades de classe, on vient d'assister à une conférence sur le viol des mineurs. Cette conférence a été très bénéfique pour moi et mes amis, car elle nous a bien instruits et nous a avertis que les violeurs qui exercent ces actes sont parfois soit des proches, soit des étrangers. Donc je vous conseille de vous méfier et de ne rien accepter de la part des étrangers et d'éviter toute place où il n'y a pas des gens qui en cas où on vous kidnapperait vous aiderait ou vous porterait secours. Maintenant je laisse la parole à mes amis qui vont vous parler en arabe. داكشي اللي قال لنا الضابط في الندوه هو الوقاية، هو كيفاش نقيو رؤوسنا من التحرش الجنسي، كيفية الدفاع عن أنفسنا، وطريقة الوقاية من الشهوة الجنسية منذ الصغار. وأيضا حضروا الوالدين ديالنا وقال لهم الضابط، خبرهم بلي ما خصهمش يتعاملوا، خصهم يتصاحبوا مع وليداتهم ويهضروا معاهم ويكونوا باش يكونوا الشخصيه ديالهم. لا تعتمد على تقليل للكبار وببرع، كذلك لا يسمح للاطفال اللعب مع الكبار والمراهقين الا لتصل الحضور عن طريق الاستغلال والاعتداء والانحراف. كذلك ينبغي على الوالدين الحرص والحذر الشديد اثناء ممارسه العلاقه الجنسيه فيما بينهما، وان يسيطر على كل مجال يتيح التلصص لابنائهما وسماع صوتهما، لان حب الاستطلاع لدى الابناء بهذا الخصوص شديد جدا. كذلك تجنب التحدث او التشويق او الاطار. اسئله الله يعطيك الخير. السؤال الاول هو الطفل بطبعه كتب يريد بحكم تجربتكم وحكمتكم ان تمدون بطريقه قد نستصدر منه بعد اصرار ديال الدليل، واظن ان هذه يعني غتكون لنا واحد يعني مهمه جدا. طيب انا عندي مشكل مع الابناء، لان هما 7 سنين 50 سنين صعيب كيقول لهم واش يقول على اي حاجه ما كنهضرش عليها. السؤال الثاني وهو اذا كانت مسؤوليتنا نحن داخل المدرسه من مؤسسة رياض السلام الخاصة. اليوم حضرنا ندوة تتناول موضوع التحرش والاستغلال الجنسي. وجدت أن موضوع هذه الندوة كان موفقا، لأنها تطرقت إلى موضوع جد مهم يعاني منه المجتمع المغربي ولما له من أخطار كثيرة، فهو يهدد كيان الأسرة والمدرسة وكذا المجتمع. وكذلك استفدت كثيرا من المعلومات من كل المعلومات، وخصوصا النصائح التي قدمت لنا. وأنا واثقة بأن كل من يتبعها سوف يحمى من الاستغلال والتحرش الجنسي. اسمي هو زينب العكير من مؤسسة رياض السلام من القسم 6 ابتدائي. أولاً أود أن أشكر السيد رضوان الذي حرص على تقديم هذه المبادرة، وأشكر أيضاً الوزارة التربية والتعليم. إن هذا موضوع شائك قد يمس عدة تلاميذ أبرياء، ومن بين ما قاله لنا الشرطي والنصائح التي قدمها لنا، ألا نمر في أماكن خالية ومظلمة ليس بها أناس، وأن نكون حريصين على أنفسنا وأن نكون في خلق جيد. أتمنى أن تكون
وقائدنا وسائقنا الى رضوانك والى جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اميرنا امير المؤمنين جلاله محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم انصره نصرا عزيزا يعز به الدين، وتجمعه في كلمه الاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.